بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن آل الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه الى فخامه الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه الصديقه وذلك في وفاه الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرجيفيتش غورباتشوف واعرب سموه في البرقيه عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لفخامته مستذكرا ما قدمه الفقيد باخلاص وتفان من خدمات لاجل السلام والاستقرار في العالم ومتمنيا سموه لفخامته موفورا الصحة والعافية كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى معالي السيد ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية